ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما خبير بما تعملون. وبعد أيها الأحبة، وبعد حديثنا عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، نشرع اليوم بالحديث عن أحد العشرة المبشرين بالجنة الذي ولد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونشأ في قريش، وكانت مهنته صناعة السلاح، فكان يشتغل في تصنيع السهام والقسي، جمع قوس، التي يصطاد بها ويقاتل بها. ولما بلغ عمره 17 عاما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وسيدنا زيد بن حارثة. وورد أن أبا بكر رضي الله عنه دعاه إلى الإسلام، فقال أنظرني حتى أفكر في أمري، وهو عمره 17 سنة. فنام في تلك الليلة فرأى أنه في المنام أنه يسير في طريق مظلم، وكلما سار فيه أكثر اشتد ظلام هذا الطريق أكثر، حتى خاف على نفسه من الهلاك والضياع. ثم إنه رأى في آخر هذا الطريق قمرا بدرا تماما مضيئا، فذهب مسرعا ليصل إلى هذا القمر، فوجد عنده أبا بكر وزيد بن حارثة، فعلم أن هذا القمر إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدره للإسلام، فكان من السابقين الأولين إلى هذا الدين. يقول رضي الله عنه: ما أسلم أحد يوم أسلمت، في اليوم الذي أسلم فيه، ما أسلم أحد يوم أسلمت، ولقد مكثت 7 ليال 7 أيام وإني لثلث الإسلام. مفخر عظيم أيها الأحبة، يعني الرجل الثالث في الإسلام، أبو بكر، زيد بن حارثة، وهذا الصحابي الجليل، مفخر عظيمة، يعني هو من أوائل من شرح الله صدورهم للإسلام، هو من الذين قال الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون، الذين لهم المغفرة ولهم الرحمة ولهم الرضوان من الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، هذا الرجل هو محور حديثنا في هذا اليوم، وهو أول من أسلم من العشرة على يد سيدنا أبي بكر. 5 من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد سيدنا أبي بكر، أولهم سيدنا سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، هذا ما نحفظ من اسمه، سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص هو مالك بن وهيب والدهم، هو أول من أسلم، أخفى إسلامه كما فعل سائر الأصحاب، لكن سرعان ما وصل الأمر إلى أمه التي رفضت إسلامه بشدة، وحاولت بكل ما أوتيت من قوة أن ترده عن هذا الدين، فغضبت غضبا شديدا وحاولت أن ترده فلم تفلح، ثم إنها حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يترك دين الإسلام. وكان رضي الله عنه سيدنا سعد بن أبي وقاص على شركه كان من أبر الناس بأمه، فلما حلفت ألا تكلمه حتى يترك دين محمد، ثم قالت: أنت تزعم أن دينك يوصيك بوالديك وأنا أمك،
وإني آمرك أن تترك دين محمد وترجع إلى دين آبائك وأجدادك. فقال لها سيدنا سعد: أنت تعلمين بأنك أحب الناس إلي، ولكني لن أترك دين الله لأي شيء. ثم لم تيأس فحلفت ألا تأكل وألا تشرب شيئا حتى يترك دينه أو أن يموت. قالت: أو أن أموت، أو أن أموت فتعيرك العرب بأنك قاتل أمك. تركت الطعام والشراب، أول يوم، في الثاني، في الثالث أصابها الجهد فغشي عليها، غابت عن وعيها، فدعي إلى رؤيتها لعله أن يلين قلبه ويترك هذا الدين، فأيقظها وقال لها: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس وخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت دين الله أبدا. فكلي واشربي، أو لا تأكلين أو لا تشربين، فأني لن أترك هذا الدين أبدا. صابها اليأس في هذا، ونزل في حق سيدنا سعد بن أبي وقاص قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هاجر رضي الله عنه إلى المدينة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الأخوة بينه وبين سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وشارك في كل الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم بدر هذا الرجل الذي يعني قد بلغ لعله من العمر 25 سنة قاتل ورأى، قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله رجلين جلدين يلبسان البياض يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرهما قبل ولا بعد. وحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أورأيتهما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنه جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أحد ثبت مع الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قلة. في هذه المعركة نال مأثرة عظيمة، يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. فلما انهزم المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى معه إلا القليل، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كنانته، جعبة السهام، ونثرها وقال لسعد وكان راميا: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. فهو الشخص الوحيد الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وفي المدينة أيها الأحبة مرض سيدنا سعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا حتى شارف على الهلاك، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له لسعد إلا ابنة واحدة اسمها عائشة. فقال: يا رسول الله، إنه قد نزل بي ما نزل، يعني لعلي أنه يكون هذا مرض الموت، إنه قد نزل بي ما نزل، وإني ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، هذه البنت الوحيدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بالنصف، شطر المال؟ قال: لا. قال: فبالثلث يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. يعني بدك تترك ثلثي المال، أقل شيء لأهله. قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، أي على أهلك يعني،
حتى اللقمة تضعها في في زوجتك. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وصدره وبطنه وقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فشفي وعمر بعد هذه المرضة التي مريضها، عمر طويلا، فكان آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. مات في السنة 55 للهجرة، وقد رزق 35 ولدا وبنتا. دعال أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرزق 35 ولدا وبنتا، أكبرهم إسحاق ابن سعد ابن أبي وقاص، وبه يكنى سيدنا سعد، فهو أبو إسحاق. رحمك الله يا سيدنا يا أبا إسحاق، ورضي الله عنك يا ثلث الإسلام. رحمك الله ورضي الله عنك أيها المفدى الذي فداك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. رحمك الله يا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا خالي، فليرني أحدكم خاله. فسيدنا سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن وهيب، ووهيب أخو وهب والد السيدة آمنة، فوهيب جد سيدنا سعد هو عم السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي، فليرني أحدكم خاله، يعني يشرف النبي صلى الله عليه وسلم بخؤولة هذا الصحابي الجليل. تكتفي بهذا القدر أيها الأحبة من ذكر بعض الروايات والمناقب لهذا الصحابي الجليل، لكن الشيء الأهم إن شاء الله سيأتي في خطبتنا القادمة، وهما يتعلق بشيء ذكره المؤرخون وأصحاب السير عن سيدنا سعد، أنه كان له سلاحان: رمحه ودعاؤه. أتكلم عن هذا بإذن الله إن أحيانا الله في الجمعة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته، وإدغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، كما رأيتم في هذه اللوحة، سيقام في هذا المسجد المبارك مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حفل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الاثنين من بعد صلاة العشاء. نرجو من الإخوة من لديهم الوقت ومن لديهم القرب في المكان أن يكونوا موجودين متبركين بروحانية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، واقضي لكل واحد منا حاجته، وصل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.